أهلا بكم من جديد. قضى نحو 19 مدنيا وجرح آخرون في مدينة حرستا وحي القابون جراء قصف لقوات النظام استهدف مقبرة خلال تشييع قتيل كان قد سقط في وقت سابق بالحي. كذلك جرح عدد من المدنيين أثر إطلاق النار على حي تشرين من أماكن تمركز قناصة النظام في المشفى العسكري تزامنا مع قصف مدفعي على البساتين الواقعة بين حيي برزة وتشرين. وتشهد المناطق المحررة في أحياء القابون وتشرين وبرزة في دمشق ومدينتا حرستا ودوما تصعيدا عسكريا لافتا في مساع حثيثة من النظام إلى إفراغ محيط العاصمة من الأهالي والفصائل المقاتلة. تعيد الأحداث الجارية في ضواحي العاصمة دمشق للأذهان قصة قصيرة كان الكبار يسردونها لأطفالهم ليعلموهم أن من ينظر لجاره المعرض للخطر دون أن يتدخل أو يحرك ساكنا سيأتيه الدور لا محالة حتى وإن طال الزمان. هذا ما يحدث بالفعل في دمشق، فبعد أن دخل نظام الأسد إلى داريا وهجر أهلها دون أن يحرك أحد ساكنا فأتبعها بخان الشيح ومن ثم قدسية والهامة وبعدها استفرد بقرى وادي بردة. واليوم يعود للعمل مجددا لمبدأ الضغط العسكري المتدرج، ولكن هذه المرة على المناطق القريبة من محيط العاصمة دمشق، والهدف هو ذاته تهجير أهلها وكل رافض لشروط مصالحته. حي القابون الذي كان يشهد هدوءا نسبيا منذ أن توصلت فصائله والنظام إلى هدنة مطلع عام 2014 بدأ يتعرض لحملة عسكرية ضخمة وقصف جوي وصاروخي ممنهج، حيث جددت قوات النظام استهدافها للحي الدمشقي مستهدفة المناطق السكنية غلة قصف مماثل أودى بحياة 19 مدنيا وإصابة أكثر من 40 آخرين. تنسيقية حرستا أوضحت أن معظم الضحايا سقطوا جراء استهداف مقبرة الجديدة الواقعة بين حرستا والقابون بقذيفة هاون سقطت وسط مشيعي ضحايا استهداف القابون. ونوهت التنسيقية إلى أن الحي يعتبر حاضنة للمدنيين النازحين من المناطق المحاصرة ويقطنه ما يقارب 10,000 عائلة. مصادر ميدانية نقلت لأورينت أن قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية بدأت هجمتها الأوسع غداة فشلها خلال الأسابيع الماضية في اقتحام مدن وبلدات الغوطة الشرقية وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. حي القابون يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، فهو يعتبر بوابة للعاصمة دمشق ويبعد عن مركزها 4 كيلومترات تقريبا، فضلا عن وقوعه بين الغوطة شرقا والمدينة غربا ومجاورته لأحياء برزة من الشمال وجوبر من الجنوب. فهل يكون ورقة الضغط الجديدة على أهالي الغوطة وثائري العاصمة دمشق؟ أم أن التفاهمات السياسية التي يجري بحثها بين الدول الفاعلة في شأن السوري من الممكن أن تبعد آخر معاقل الثوار في محيط دمشق عن حسابات النظام والدول الداعمة له؟ أرحب بضيفي والعنوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من اسطنبول ومحمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بكما معي. وأبدأ معك محمد، يعني لو تضعنا في صورة الوضع أو التطورات الأخيرة في كل من القابون وبرزة. نعم فرح، حقيقة يعني اليوم الوضع الإنساني والوضع الحالي في حي القابون الدمشقي يعني يزداد سوءا ساعة بعد ساعة. قوات النظام يعني لا تحاول بمحاولات اقتحام من محاور الجبهات في حي القابون، وإنما تحاول تدمير حي تشرين في القابون بشكل كامل. أمس واليوم صواريخ الأرض أرض من نوع فيل يعني لا تكاد تتوقف. من المعلوم أن حي القابون هو مجموعة من العشوائيات في أغلبه طبعا، وهي يعني مباني هشة غير قابلة لموضوع القصف وموضوع هذا التصعيد العنيف، وبالتالي كان هناك نسبة دمار كبيرة جدا، ما يقارب 90% من أهالي حي القابون اليوم نزحوا إلى أحياء برزة. طيب ما يقارب 100,000 مدني جلهم. نعم، ليس هناك حديث عن حشود ضخمة للنظام في الحي، يعني هل يكتفي فقط بالقصف؟ حقيقة فرح، منذ أكثر من أسبوع ونصف قبل الحملة كان هناك أنباء
تفيد بحشودات عسكرية لقوات النظام وميليشيات أيضا شيعية كانت يعني تتحشد على أطراف الحي، ولكن حتى اللحظة هي عملية قصف وهدم للحي بشكل كامل. يعني ربما الكثيرين وحتى العدسات لم تسلط الضوء على قاطني هذا الحي، جميعهم اليوم موجودين في شوارع مدينة برزة، موجودين في مساجد مدينة برزة، أطفال نساء اليوم في هذه الدرجات الحرارة المنخفضة يعيشون لحظات قاسية وصعبة جدا لا يمكن وصفها، لا يمكن الحديث عنها في ظل الهجمة التي لم تتوقف لليوم الثاني على التوالي. حقيقة اليوم ما يزيد عن 14 صاروخ أرض تساقط على أحياء القابون يعني بمختلف حاراته وأحيائه، أيضا يعني البساتين والأراضي الزراعية الموجودة أيضا يعني تعرضت لنفس الحملة المتواصلة، وهي حملة تهديم وحملة تهجير للأهالي. طبعا فقط أود أن ألفت إلى شيء مهم جدا، أن قوات النظام تغلق معبر حي برزة وحواجزه أمام المدنيين، يعني وبالتالي هي لا تسمح للمدنيين من الهروب من القصف إلى أماكن أكثر أمنا في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، وبالتالي يعني يزداد الأمر سوءا بسبب هذه الممارسات التي تقوم بها قوات النظام. طيب محمد، يعني هل كان يستفاد سابقا من حياء القابون وبرزة لإدخال المساعدات إلى الغوطة أو المواد الغذائية خاصة إلى الغوطة الشرقية؟ حقيقة فرح، يعني هناك بعض يعني الممرات التي قامت بعض الفصائل يعني بفتحها بذلك الاتجاه، هناك يعني لا يمكن الحديث عن مواد بعينها أنها تدخل من تلك المنطقة، هناك يعني بعض الأشياء البسيطة، ولكن أهل الغوطة الشرقية لا يعتمدون بشكل كامل عن تلك المعابر. قوات النظام لا تهدف من هذا الموضوع فقط لموضوع تشديد الحصار عن الغوطة الشرقية، وإنما تأمين العاصمة دمشق بحيي حي برزة وحي القابون الملاصقين بشكل كامل للعاصمة دمشق، والذين هم ينتمون بشكل كامل للعاصمة دمشق. حي القابون وحي برزة هي أحياء دمشقية محررة اليوم، وتحاول قوات النظام استعادتها. هذا ما سنناقشه مع ضيفي وائل العلوان. مساء الخير سيد وائل. يعني نظام الأسد نجح بالاستفراد ببلدات الغوطة الغربية الواحدة تلو الأخرى وبعدها بوادي بردة، واليوم نرى عينه على أهم معقلين للثوار بمحيط العاصمة، بل يعتبران يعني إداريا داخل العاصمة دمشق. لماذا لم يتعلم الثوار الدرس؟ وكل منطقة تنتظر دورها دون القيام بأي عمل عسكري استباقي. نعم، أسعد الله مساءكم. طبعا لا يمكن أن ننكر أن هذه المناطق المحاصرة هي مقطعة الأوصال. النظام الأسدي المجرم يطبق الحصار على دارية وعلى المعظمية وعلى خان الشيح، وهي غير متصلة ببعضها، فضلا أنها غير متصلة بالقطب الأكبر وهو الغوطة الشرقية. طبعا اليوم مسلسل النظام وإصراره على الحل العسكري واضح، وهي رسالة هذا التصعيد الكبير على عموم الخارطة السورية، وليس فقط على غوطة دمشق، وليس فقط على القابون وبرزة وحرستة ودومة، وإنما حي المنشية في درعا وريف حما وإدلب وحي الوعر في حمص شهد مجازر ومجازر كبرى، ريف حلب وريف الساحل أيضا هناك مجازر كبرى في اليومين الماضيين. هناك رسالة واضحة من النظام المجرم ومن خلفه القوات المساندة له ومن روسيا أيضا أنه ممعن في الحل العسكري، وأن الاستسلام هو الخيار الوحيد الذي يراه تسوية بينه وبين الثوار. تأتي هذه الرسالة في أيضا ما يعني مرحلة حساسة جدا بين مفاوضات أسيتاني التي وعدت فيها روسيا ولم يأتي من وعودها إلا الهواء، ولا يوجد أي ترجمة لهذه الوعود أو الاتفاقيات أو التوقيع أو الضمانات على الأرض، وبين اجتماع جنيف 4 المقبل والذي ينتظر ربما طلقة الرحمة قبل أن يولد بعد، والذي لم يبقى طرف من الأطراف إلا وأعرب عن خيبة أمله منه وعدم تفاؤله به. آخر سؤال كان في تقريركم الذي عرضتموه، هل ستستطيع المفاوضات السياسية أن تنقذ الغوطة الشرقية؟ نقول إن صمود الغوطة الشرقية، ثبات فصائلها، مقومات الصمود الموجودة والداخلية فيها، تحالف الفصائل جميعا في غرفة عمليات واحدة، وهذا هو القائم اليوم، هو الذي نراهن عليه في صمود الغوطة الشرقية، ولا نراهن على الحلول السياسية الخادعة. هذا ما أريد أن أتحدث عنه سيد وائل، متهم بالتعطيل. نعم، أنه بالغوطة الشرقية نرى نجاح الثوار في وقف تقدم النظام إلى مناطق شديدة الحساسية، ونجحوا يعني إلى إنهاء الخلافات الداخلية وتوحيد غرف العمليات. أما ما نراه في بلدات دمشق الجنوبية وفي القلمون والغوطة
الغوطة الغربية وعكس ذلك تماما، يعني برأيك إلى ماذا يعود ذلك؟ مقومات الصمود التي تتمتع بها الغوطة الشرقية تختلف عن باقي المناطق، حيث فيها الكثافة الأكبر للمقاتلين والثوار، كما فيها المؤسسات الثورية المنظمة والقادرة على التماسك أكثر من غيرها، وفيها سلاح ثقيل أكثر من باقي المناطق. ومع هذا فلا يمكن أيضا أن ننظر بحالة مثالية إلى صمود أبطال الغوطة. هم مستنزفون من الناحية الإنسانية، هم محاصرون والضغط كبير جدا عليهم، لا سيما اتباع سياسة الأرض المحروقة. لذلك هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق المجتمع الدولي وعلى عاتق هيئة الأمم المتحدة، ويعني لا نتوقع أن يسعفونا سريعا، لكن لابد من استخدام كافة المسارات وكافة السبل إلى استصراخ ضمير العالم جميعا لهذه المنطقة المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات. نعم. طب هل صحيح أن قوات النظام تتحجج بوجود فصائل مبيعة لفتح الشام داخل حي القابون؟ لا يوجد أي نقطة لفصائل مصنفة على قوائم الإرهاب في برزة أو حي تشرين أو القابون. الفصائل هناك هي بعض الفصائل المحلية، إضافة إلى وجود فيلق الرحمن وجيش الإسلام وجزء من حركة أحرار الشام. لا يوجد فصائل هناك يعني متهمة أو تتخذ ذريعة لهذا الأمر. وهذا الأمر يعني متوقع من إعلام النظام الذي اتهم داريا سابقا بأنها تحتضن جبهة نصرة، ولا يوجد ولا عنصر واحد كان من جبهة نصرة في داريا. نعم. طيب سيد وائل، يعني استمرار هذه السياسة، سياسة النظام الممنهجة في التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، ونحن نتحدث اليوم عن استقدام المزيد من الميليشيات الإيرانية واستيطانها في أحياء واسعة داخل العاصمة دمشق وريفها، حتى يعني هناك أو باتت المساحة الممتدة من مدينة السيدة زينب حتى مطار دمشق الدولي ومحيطها قاعدة عسكرية إيرانية خالصة، ولا يسمح حتى لقوات الأسد بدخولها. نعم طبعا، الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله والميليشيات العراقية هي تكون اللاعب الأساسي في طرف قوات النظام، والتي تحارب الثوار والتي تقتل المدنيين، ولا يمكن تبرئة روسيا أو جعلها في خانة الوسيط أو صاحب الحلول، بل هي أيضا مشاركة، لأن الطيران اليوم في كامل سماء سوريا لا يتم إلا بإشراف روسيا، إما بتنفيذ مباشر من الطيران الروسي أو بأوامر إلى النظام الذي لم يعد يملك من أمره شيء. لذلك هم نعم شركاء في هذه الجرائم التي ترتكب، من قتل، من تشريد، من جراح، من تهجير ديموغرافي. والنظام اليوم يصعد في حي القابون وحي برزة، يريد أن ينفذ سيناريو مثيل بباقي المناطق التي هجرها ديموغرافيا. اتصال هذه الأحياء بالغوطة الشرقية ربما يعكس صمود مختلف عن باقي المناطق، ويكون مصير هذه الأحياء مرتبط بمصير الغوطة الشرقية، لا كما باقي المناطق مثل الهامة وقدسية التي استطاع أن يستفرد بها النظام بعد تقطيع أوصالها عن باقي المناطق. خلا، أشكرك على المداخلة وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من اسطنبول، وشكرا لك مراسلنا محمد عبد الرحمن من ريف دمشق، شكرا لكما.